جعل هذا الفرح تصرف هذا الاسبوع الثقافي، وكنشكر الاخوه جميع الفرق المشاركه في هذا الدوري، وكنتمناو ان شاء الله بحول الله التالق مثلا الا كان شي براعم باقيه غادي تمشي ان شاء الله بحول الله لقدام، ونتمناو عوده تجدد الفرص اخرى بحال هذه اللي كتشكل واحد التلاحم، واحد التعاون، واحد التعارف بين الفرق بين مختلف الجمعيات تاع مدينه العيون، لانه يعني احنا في اطار هذا المهرجان الثقافي ولا الاسبوع الثقافي نظمته هذه المدينه، كان الشعار تاعو مقاربه تشاركيه من اجل تنميه محليه، واللي الهدف الاساسي تاعها هو خلق واحد الجو تاع التعاون والتآزر بين مختلف الفعاليات الجمعويه ومختلف الفاعلين تاع المدينه. ومرة أخرى كنشكر الجميع على إنجاح هذه التظاهرة، ونظن نرجع الكلمة للأخ غريب حسن.